كيف قرأ فريق رئيس الحكومة غياب ميقاتي عن المحادثات الرئاسية الفرنسية اللبنانية في بعبدة؟ وهل بات التغيير الحكومي واقعا بعد زيارة أولاند؟ تقرير دونيز رحمة فخره يخفف فريق رئيس الحكومه من اهميه غياب ميقاتي عن لقاء سليمان اولاند، ويشرح الوزير الاولى نحاس ان الزياره كانت سريعه وخصصت للاطلاع على اجواء الملف اللبناني، ويستكمل مدافعا بان زياره ميقاتي الى فرنسا في 19 الجاري لا تزال قائمه. في ناس بتحب تقول بتقول، بس للحقيقه للواقع هذا اللي صار، الوقت ما كان يسمح مش زياره رسميه اولا، مش زيارة للمرجعيات هو زيارة لأخذ الصورة الحقيقية عن الأوضاع ولإعطاء إشارة أن لبنان هو أولى من الأولويات الأساسية لفرنسا هل قرأتم بسلبية استضافة الرئيس سعد الحريري على مأدبة الغداء اللي أقام الملك السعودي لا للرئيس الفرنسي لا بوقت ما التقى للرئيس مئاتي هون لا أبدا أبدا معروف دولة الرئيس سعد الحريري أنه هو موقع وين بالسعودية وين بالرياض وين موقعه معروف بالنتيجة إذا دعا الغداء هذا مش مش شيء مستغرب هذا مش شيء طبيعي بس ما إلا معنا بعتقد بالمعنى اللي الناس عم بتحط او بعض الفقهاء عم بيحطوا هل بات التغيير الحكومي اكثر واقعيه بعد زياره اولاند خصوصا بعد كلام لافت لاوساط ميقات تقول ان الحكومه ذاهبه عاجلا ام اجلا وبعدما كان يردد ميقات نفسه اكثر من مره ان استقالته لم تعد وارده طولة الرئيس لما الف حكومته على اساس الفها ما قال اخذ اربع اشهر ناطر ليكون هناك الجميع على الطاوله لكي لا يستثنى احد هلا اليوم الكل فقوا انه هذا لازم يصير؟ ما هيدا ما هيدا كان الطرح شو يعني الأساسي حكومة الوحدة الوطنية؟ حكومة التوافق. فينا نعمل ثقة بمجلس النواب إذا ما كانوا فرقاء الموجودين على الساحة السياسية موجودين مجلس النيابي لما يتوافقوا هل في تبدل بالموقف الدولي برأيك؟ أنا رأيي الموقف الدولي ما بيتبدل لأنه بالنتيجة عم يشتغل على معطيات ثابتة على استراتيجية ثابتة. ما بده إنه بلبنان أن يدخل كجزء من أزمة السوريه بس كمان ما بقى ما بقى متمسك بهذه الحكومه مش مازال اصحابها عم يقولوا انه بعد بعد الاغتيال تغير الوضع نحن بحاجه ان نضب على بعضنا وإنه نشوف كيف بدنا نطلع بامور اهدى بين طرحي حكومه الوحده الوطنيه والحكومه الحياديه يبقى مصير الحكومه اذا عالقا والاوساط الرسميه تراهن على نتائج زياره اولاند الى المملكه وتعول على دور سعودي فاعل في تسويق فكره حكومه الوحده الوطنيه لدى 14 اذار هذه الفكره التي يؤيدها رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه ويرفضها المستقبل والقوات بشكل قاطع في المقابل استبعدت مصادر مطلعه على الموقف السعودي أي خطوة سعودية في هذا الاتجاه وكشفت للأم تي في أن المملكة ليست في هذا الوارد على الإطلاق وأنها ترتكز في الملف اللبناني على تقييم حلفائها أكثر من ارتكازها على أي شيء آخر